والبداية مشاهدينا من فيديو قادم من بلدة الهبيط يلي دخلتها ميليشيا أسد المدعومة من الاحتلال الروسي بالأيام الماضية، وكانت كالعادة هي ظاهرة التعفيش أولى الظواهر لما بيدخلوا على أي بلدة وبيعفشوها، بما يعرف بطبعا جيش أبو شحاطة كما بيلقبوا السوريين. أول الظواهر مثل ما كانت بالمنطقة هن يدخلوها مثل ما حكيت ويوثقوا جريمتهم بالتعفيش بطريقة بغباء. فينا نقول هالفيديو يلي رح نشوفه هلا نشره أحد العناصر ميليشيا أسد وهو عم بيصور داخل الهبيط لينقل خبر دخولهم إلى، فظهر بالفيديو سيارات محملة بما هب ودب من منازل المدنيين وأساس البيوت وممتلكات الناس. خلونا نشوف هالفيديو مع بعض. كيف كانت أبرز التعليقات حول هالفيديو اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ رح نبدأ مع صاحب المزاج الملكي، هو حساب على فيسبوك علق على الموضوع وقال يا أخي حرامية هيك تربوا وهيك تعلموا بهذا الجيش وما رح يتغيروا. وأيضا كمان خلينا نشوف رأفة نفوري أيضا علق على الموضوع وقال لكن هنن ليش بيقاتلوا وبيضحوا بروحهم مقابل التعفيش؟ ما أغلب يلي تطوعوا في القتال منهم من أبر الفقر ومنهم من الفقر أبروا. وايضا كمان خلينا نشوف التعليق الثالث، ايضا عارف حاج علق وقال شو تتوقع من حراميه البطاطا والتفاح والعنب. هي كانت ابرز التعليقات حول هالفيديو اللي انتشر على وسائل التواصل لمجموعه من عناصر ميليشيا اسد وهن عم ينهبوا ويعفشوا منازل المدنيين من داخل بلده الهبيط.